يبقى انا ايه بس يعني دي حاجه. وانت يا طنط هي زي ما هي ليها انا ليا، زي ما عند هي عندها التزامات في قلب البيت انا ليا التزامات برضه. فما تجيش انت بقى ساعه صبحيه وانا لسه قايم من النوم تقولي لي عايزه وعايزه وعايزه. لا، بالليل لما اجي وبعد ما اتعشى واقلع كده واقعد ونشرب الشاي وانا بشرب الشاي قولي لي انا عايزه كذا 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 كذا، او اسيب لك فلوسك بالليل والصبح بيعملي اللي انت عايزاه. انا من الصبح دي ما حدش ينفع، ما تنفعش تصبح الواحد. انت اللي في ايدك تخليها تزن زي ما هي في ايدها ترفعك للسابع سما وفي ايدها تحطك في سابع ارض. انت كذلك الامر، ممكن تخليها هي الملاك في الدنيا كله وفي ايدك تخليها تحت خالص. تعاملوا بس بالحسن، هي دي المملكه. عامليه زي ما بيقولوا لك بيتك مملكتك، خليه كذلك الامر تبقى مملكته في قلب البيت. يعني كلمة حلوة، شوفيه طلباته، ما تخليش العيال تعمل زيطة وتزعق لأن هو جاي من وش وقرف ومنهدة في قلب الشارع، هيجيش يلاقي منهدة في قلب البيت. يعني المفروض يبقى في الراجل يروح إن هو يستريح في قلب البيت الساعتين اللي هو بيقعدهم، إن هو زي الفندق ويروح ينام بالليل وينزل الصبح، والساعة اللي هيقعدها ولا بتاع يحس إن في هدوء كده والدنيا متظبطة. ما يفضلش بقى ايه العيال عملوا العيال سووا العيال ضربوا، تلاقي الدنيا ايه هو جاي تعبان من الشغل عايز يستريح الساعه دي او الساعتين. بيريح دماغه من مشاكل والطلبات بتاع الحريم، وده عمل ده سووا ده ضربوا، فبيريح دماغه بيقعد الساعتين اللي هو ايه هيقعدهم في البيت، بيقعدهم في قلب القهوه، يقعد مع واحد صعب يلعب له 10 دقايق طاوله، بيضيع وقته في قلب القهوه بيطلع النوم على طول. الاسم عاطف فاروق عشان عبد الستايق من ابراهيم. من ابراهيم الست النكديه وحشه، والست اللي تطلب فلوس من الجثه على طول وحشه، والجو غالي. ها يعني الست اللي بتريح الجثه ربنا بيكرمها وصحتها وبيتها، وتتيجي ربنا بجثه ربنا بيكرمها برضه بيتها، والست النكديه الواحد بيسيبها يطلع بره. صح كده، ان هي تطوع جثه وتسمع كلامه وتتيجي ربنا فيه. هي ست حلوه لبيتها وهي دنيا البيت كلها، من غير البيت ست خرابه. ست حلوه، ست الصلاح حلوه. والله اول ما اروح عاوز اتغدى وما تجيب لي الاكل الست، كتر خيرها وفي البيت وما تطبخ وما تمسح وشغاله، يعني كتر خيرها. والله والله انا مش عاوز اقول يعني ما ينفعش. لا تعال والله ما ينفعش، والله حاجات كثيره متضايقه. لا ما ينفعش الكلام ده. انا انصح الستات ان يكون تغير الهدوم المطبخ، الهدوم بتاعه البصل. والله هذا اللي انصح. قول لها ربنا يديكي طولة العمر ويصبرك عليا وعلى عيالي.